طيب عما جرى في هذا الحفل الكبير في النادي الأهلي امبارح، معنا على الهاتف الأستاذ وليد مبروك متولي رئيس اللجنة العليا للجان النشاط بالنادي الأهلي. أستاذ وليد مساء الخير وكل سنة وأنت طيب. بخير يا أستاذ إبراهيم، بخير يا باشمهندس عدلي، كل سنة طيبين. وبمناسبة طبعا 6 أكتوبر يوم العزة والكرامة، وبمناسبة المولد النبوي الشريف ذكرى مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قول لي امبارح ايه فقرات الحفل والدنيا مشيت ازاي؟ والله يا استاذ ابراهيم، يعني احنا طبعا يعني النادي الاهلي يعني في الحاجات اللي زي دي، زي ما الاستاذ باشمهندس عدلي كان بيقول من دقيقتين، يعني دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي ومش غريبه عليه. يعني لما نيجي في يوم زي ده، يوم بيمثل اي حد مصري وخصوصا الناس اللي عصرته زي حالتنا، يعني الذكرى في دماغنا ما بتروحش يعني، فلازم اوتوماتيك احنا يعني ما فكرناش. يعني الفكره على فكره طلعت من لجنه الشباب، وده كورال شبابي تابع لجامعه عين شمس اسمه كورال روح الشرق، وكانت بعد كده اللجنه الثقافيه اللي تبنت الفكره، واستاذ خالد جلال طبعا بمجهوداته هو اللي تواصل معاهم وجابهم لنا في الوقت اللي هم كانوا مزدحمين فيه جدا بالطلبات يعني، وجم ليله 6 اكتوبر اشتغلوا شباب زي الورد، بيوصل رساله انه شباب وعنده روح الوطنيه وبيغني اغاني وطنيه، والمسج مشتركه وان احنا في النادي الاهلي بنحتفل بذكرى يوم يعني من اعظم ايام التاريخ يعني في مصر والوطن العربي. تفكير حكيم انك تستغل الفرصه دي وتقدم شباب بيقدم لون جديد من الوان الغناء. مش سهل ان شباب يعمل كورال على هذا المستوى وشاب بيقودهم بشكل اوركسترالي، يعني هذا التشجيع الدائم هو ده رسالة الأهلي المجتمعية لكل المواهب في كل الاتجاهات. يا أستاذ وليد، كيف تلقى وتقبل واستمتع أعضاء النادي الأهلي بهذه الاحتفالية؟ والحقيقة أنا من امبارح للنهاردة يعني بأقابل باللوم والاتهامات من الناس اللي ما حضرتش الاحتفالية من كتر ما سمعوا عن جمالها وانسجام الناس فيها، والناس بتلومني إن احنا ما وصلهمش او ما عرفوش ان في احتفاليه، مع ان النادي كان تقريبا في بعضه والناس كانت منسجمه وبتزغرط وبتسقف وبتهتف وكل حاجه. الولاد دول قعدوا تقريبا ساعتين الا ربع يعني متواصلين بيغنوا بمنتهى الحماس، وكانوا عندهم قدره يكملوا والله، بس احنا اشفقنا عليهم في الاخر يعني. الناس كانت طبعا سعيده جدا، وانت عارف يا باشمهندس عدلي ان الاغاني الوطنيه دي مجرد ما بتبتدي تتقال ما فيش حد فينا مش حافظها من اولها لاخرها، يعني ما بيقولها معاهم كانه بالظبط كان بيغنيها يوم ما اتعملت الاغنيه. انت بتفكرني بايام الاستعدادات وحرب الاستنزاف، وعندما يعني كان الجميع يلهو وكنا شباب يأسين ان في حرب وكانت الدنيا واخدانا، واذا بمحمد نوح يطلع بلدي يا بلدي يا بلدي، لدرجة انه كان بيغني في الملاهي الليلية، كان الناس بتطلب منه الاغنية دي ويقعدوا يغنوها معاهم الشباب خصوصا يعني ويتفاعلوا بيها. وهنا قيمة الفن عندما يعني يكون رد فعل مسؤول لظروف الوطن. فانا عاجبني فكرة الفرقة دي جدا، وأتمنى أستاذ وليد أن النادي الأهلي يكون عنده روح الأهلي فرقة تانية على هذا المستوى. من هتلاقي مواهب في النادي الأهلي، وهتلاقي شغف أن الأهلي يعمل فرقه للفنون في زي زمان ما كان عنده فرقته المسرحية والغنائية ويبتدي النادي الأهلي بقى يقدم خدماته لأعضائه في كل اتجاه. أنا عايز أقول لك بس قبل ما نروح لدي، انت حضرتك اتكلمت على فتره الاستنزاف، انا من الناس اللي عشت فتره الاستنزاف دي من وانا عندي سنه لغايه وانا عندي 7 سنين. والدي 6 سنين رحمه الله عليه مش موجود في البيت، بيجي يوم في الشهر، وفاكر كويس قوي قبل الحرب بفتره صغيره كده كان عمل مداخله في الراديو، كنت انا كبرت بقى شويه، واهداني اغنيه ابنك يقول لك يا بطل في الراديو. ودي كانت من الحاجات يعني انا بس افتكرتها، وحضرتك بتتذكر ايام الاستنزاف يعني. احنا امبارح واحنا قاعدين في الحفله انا وخالد جلال كنا قاعدين جنب بعض، المخرج طبعا الكبير خالد جلال رئيس اللجنه الثقافيه في النادي المبدع يعني خالد جلال، وهو مايل عليا وقال لي ما تيجي نعمل كورال الله النادي بقى. طيب شفت بقى هو في كورال
تابع لإدارة المكتبات والأنشطة. طبعا لما هنبتدي ندخل في اللجان ومع خالد جلال ونكبر القصة دي، ممكن نعمل حاجة فعلا بالحجم ده ونشتغل عليها، ويبقى فعلا ده نوال لحاجة تبقى بعد كده يطلع منها مواهب كبيرة لمصر. يعني يطلع منها أهلي جاب تالنت يا إبراهيم، أهلي جاب تالنت، الأهلي يمتلك المواهب يتفتن منها برامج، يتفتن، لأن عندك مواهب في الرسم وفي التمثيل وفي الموسيقى وفي الأدب وفي كل اتجاه. يا ريت يبقى النادي يتبنى اكتشاف هذه المواهب ويتحلها فرص الظهور والنجاح بإذن الله. والله هو الإدارة التنفيذية طبعا مشكورة برضو، دكتور سعد شلبي طوال الشهر تقريبا من خلال العلاقات العامة كمان وبعيدا عن اللجان، في طول الأسبوع يعني في كل الفروع، كل جمعة وخميس وجمعة يعني هيبقى في حاجات خاصة ب 6 أكتوبر، والأسبوع الجاي المرعشلي عشان مولد النبي، والأسبوع اللي بعده المرعشلي، في كل الفروع يعني هتبقى إن شاء الله في حاجات دسمة طول الشهر. يعني هي سلسلة يعني من الاحتفالات. على فكرة بالمناسبة بكرة وبعده عندنا ماراثون بالدرجات عاملاها لجنة الشباب على أسوار الشيخ زايد بكرة الساعة 7 الصبح بأعلام مصر، هيلفوا حوالين النادي ويعملوا ماراثون. اعمل حساب الباشمهندس عادل معاك في عالم. عادل هينزل هيتفرج عليهم من البلكونه. لا اعمل حسابي في عالم عشان وانا واقف في الشباك كده الوح بيه ليكم. انا هاجي افطر معاك يا باشمهندس، نتفرج معاهم عليهم من البلكونه ان شاء الله. هو هيحكم الماراثون من البلكونه. نحكمه مع بعض. لا يعني احنا عشمنا في حماس الشباب وابداعاته وثقتنا في قيادتك لهذه اللجان، انك باستمرار تقدم اهلي متكامل في الجانب الذي لا يراه العامة ولكن يتأثر به المجتمع إن شاء الله. شكرا على ثقتك دي طبعا، وثقة أستاذ إبراهيم، وكلامكم الجميل دايما يعني عندنا الحمد لله. لا لجان نشاط هايلة وبالتوفيق إن شاء الله يا أستاذ إبراهيم. مجهود كل الناس اللي في اللجنة العليا واللجان كلها، ويعني في الآخر ما حدش بينجح لوحده طبعا. بالظبط كده، إحنا في النادي الأهلي بننجح ببعض، وهم الناس اللي في الآخر هم اللي شايلين الشغل وهم اللي بيعملوا الحاجات كلها، وإحنا في الآخر بنتصايط على حسهم زي ما بيقولوا يعني. انتوا بتهيئوا لهم الفرص، انتوا بتقوموا بالعمل الاداري والتنظيمي، هم بالابداعي طبعا مفهوم، وربنا يوفقك ويديك على قد اخلاصك للنادي الاهلي باذن الله. ربنا يخليك. شكرا. شكرا جزيلا للاستاذ وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان بالنادي، وهذه الاحتفاليه اللي تفاعل معاها الاعضاء بحب شديد. الناس يعني بتتنشأ على حاجة تديها طاقة إيجابية. صحيح. والأيام دي أيام هذه الانتصارات الإنسانية والمصرية والعسكرية والسياسية هي ألهام أيام ملهمة. نبع الطاقة الإيجابية كلها. أيام ملهمة ومصدرة للطاقة الإيجابية. صحيح. وتأتي تزامنا أن الأهلي في كل مكان يا أستاذ إبراهيم، ولا أنت مش مجهز لنا حاجة. صحيح.